مرحبا واهلا وسهلا فيكم بالمطبخ. مش الحال. نعم نستعمل مرق الزيت طبيعي وما يكون فيه جلوتامات وحديد. كنت فين من الصبح؟ كنت بدور على شقه اجر. شقه ايه؟ ما انت قاعده في شقتك اهو. ياسر قلت لك مش هينفع، انا ما ينفعش افضل قاعده هنا، وانت ما ينفعش كل يوم والتاني تروح تبات في المكتب. وبعدين انا خلاص طالما هستقر هنا ومش هرجع اسكندريه تاني يبقى لازم ارتب اموري. مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ما تقولش حاجه، انا خلاص اتفقت على الشقه وبكره ان شاء الله الصبح اروح استلمها. اتفضل. خلي المفاتيح معاكي عشان الوقت ما تحبي تيجي هنا تعالي. عشق دي شقتك مش شقتي. خلاص زي ما تحب يا حبيبي. طيب بالنسبه بقى للمهندس الحيوان ده عشان المفروض كنا نروح الصبح نعمله محضر. يا اسر انا مش عايزه شوشره، افرض ان انا عملت كده فعلا ولما رحنا هناك كان في صحفي يصورني ونزلت في الجرايد واهلي شافوها، ايه اللي ممكن يحصل بقى ساعتها؟ اللي تعمل كده يا اسر تبقى واحده مش في الظروف اللي انا فيها، احنا مش ناقصين. طب خليني ارفع لك قضيه عشان نخلص من كتب الكتاب بتاع اسكندريه ده. ما تقلقيش مش هتاخد وقت، ورقتك هتبقى عندك على طول. لا طبعا يا اسر برضو ما ينفعش، انت كده هتوديني وتودي نفسك في 60 داهيه، كده هيعرفوا مكاني وهيعرفوا ان انا معاك. اصبر شويه خلينا نفكر ونشوف هنعمل ايه. حبيبتي انا ليه حاسس كل ما بنقرب لبعض في حاجه بتحصل وبتبعدنا؟ عاش انت قدامي وايدك في ايديا وحاسس ان بينا مسافه مستحيل اقدر امشيها لوحدي. ما تقولش كده، طول ما انا جنبك وايدي في ايدك هنوصل لبعض ان شاء الله. طيب ممكن اطلب منك طلب بقى وما تقوليش لا؟ ايه؟ تعالي يلا بسرعه روحوا غسلوا، ما بدي اسمع ولا صوت، ما بدي اسمع ولا صوت. ايه واضح؟ ايه ده يا سيدي؟ اشمعنى؟ دي هدية مني ليك، اعتبريها يا ست ذكرى للأيام اللي فاتت، ووقت ما تحس إن احنا نقدر نتجوز هجيب لك شبكة. بصراحة كده أنا لا قادر أرجعها ولا قادر أشوفها مركونة في علبة تعرف. عيش أنا جبتها عشانك، مستحيل أشوفها غير معاكي. مش عارفة أقول لك إيه بجد، أنا بجد بحبك يا سيدي. بقول لك يا ابو الهول انا زهقت من الدوشه اللي هنا، ما تيجي نروح البيت عندي، هناك بقى الدنيا هاديه والجو عالي عالي قوي. يا معلش اصل انا لسه عندي شغل هنا. شغل ايه بس يا بيت؟ اذا كنت انا الشغل يا بيه الله يسيئك، ايه اللي هيرضى عليك؟ مثلني في حالي، ما البنات كتير هي. انا معاك البنات كتير هنا قوي، بس اعمل ايه بقى نصيبي؟ إيه انت بالذات اللي خيشتي في مزاجي؟ يا بنت خايفه من ايه؟ جمدي قلبك، ده انا هدلعك وابسطك وهحاسبك دوبي. يا عم الله الغني عن فلوسك، انا مش عايزه فلوس. يو ما تحل عني بقى. يو استنى يا بنت، مريه شمس ولا عيل صغير ولا ايه؟ هنلعب لعب عيال ولا هنجري ورا بعض المساكه؟ اسمعيني، البنت دي لو جاي منها تمام، مش جاي منها افتكر على الله انا وهروح. عيب عليك يا صفوت باشا، ما تقولش كده، انت بتكلم شمس. الليله ليلتك، اسمعني بس، انت على العربيه وانا هجيبها لك. بص جرى يا بت، انا مش فاضل المحن بتاعك ده. انت ايه ما عندكش دم يا بت؟ ده انا لسه مطلعك من التأبيده، لولايا كانوا شنقوكي. يا بت ده اكبر رقبتي بس انا مفيش. بس تعالي هنا، احنا ما بنلعبش يا روح امك، ده فلوس فلوس كتير قوي. فاكره لما رحنا شقه ست الكل لما كنت معفنه؟ مسكوكي وقلعوكي وحموكي ولبسوكي نضيف، فاكره؟ فاكره. كل اللي حصل ده اتصور بالكاميرات اللي انا زارعها في هذا المنزل عشان نوثق هذه اللحظه الحاسمه، وهننقله على سيديهات وننزله على النت. بس يا بت بس، ما تخافيش لو سمعت كلامي هديك السيديهات دي عشان تمسحيها، انما بقى لو عملت فيها عذراء الربيع حيث الشرف هننزل السيديهات دي على النت ونخلي الشباب بقى يتفرجوا، وبالذات شباب بلدكم واخواتك بقى تتصيط، ومش بعيد شارعكم اللي في البلد يتسمى على اسمك، ما هو خدمات جليله. حرام عليك يا بيه، ربنا ما يفتحك ولا يكشف صدرك على حد. انا ما عملتش فيك حاجه، ما تعملش فيا كده. أبوس إيدك، أبوس إيدك يا بنت، أبوس إيدك استرني. يا بنت عيب، عيب عليكي، هو أنا برضه أرضى لك حاجة وحشة؟ ده أنت حبيبتي،
ده انت هتلبسي احسن لبس وهتاكلي احسن اكل واحسن شرب واحسن فرشه وهتمسكي احلى فلوس. طب اديني الفيديوهات، اديني الفيديوهات امسحها وانا عايش خدامه تحت رجليك. ما انت لو سمعت كلامي محدش هيشوف ولا هيسمع عن الفيديوهات دي غيري انا. يا بي حرام عليك ما تفتحيش، انا زي اختك وسيدي الوراري بنيه من الحاجات ديت. يا لهوي يما، حرام تحلفي بسيدك الوروري كذب، امال الواد بتاع البلد ده كان ايه اللي ضحك عليك؟ يلا انا عايزك تبقي حلوه كده وما تتعبينيش عشان ما تعبكيش. يلا امسحي دموعك كده عشان نطلع للراجل حمد في العربيه. يلا انت لسه هتتنحي؟ يلا ياما هايل قوي. قبل عزة، قبل عزة، انتي فوتي؟ هات ايدك يا شوشو. الحمد لله على السلامة يا قبلة. انتي بتعملي ايه يا شوشو؟ بديكي الحقنة يا قبلة، ده انا قاعدة عمالة ابص في الساعة كل شوية عشان الميعاد ما يفوتش. وايه اللي جابها الحاجات دي كلها؟ بلبلة. بلبلة؟ يا رجال يا لهوي يا قبلة، دي موتت روحها عليكي واتخانقت مع ام عزت وشمس عشان كانوا عايزين يسيبوكي تموتي، بس هي وقفت ليهم زي الشوكة وجابت لك الدكتور والدواء. والبولة عملت ده كله عشان انا؟ ايوه، ده الدكتور قال له لا كنت متي بعد الشر يعني. والبولة طيب ايوه. طب متشكر، متشكر جدا، الف شكر. طمني في ايه؟ بالك في شاليه السخن. Thank you.
ايه اللي رجعك؟ نصيب، رجعت عشان الحقك. واضي على مالك في ايه؟ مفيش. يمكن الدنيا تخاف وتختشي. وهي الدنيا تنادي بتخاف ولا تختشي؟ حرمتنا من كل حاجة حلوة. ملحقتش أفرح بيه يا بلبلة. ملحقتش أفرح بيه. كنت عايزة تجيبي لي الهم اللي احنا فيه. يا بنت هو كده ارتاح. عقبالنا زيه. ما شفتوش. كان نفسي اشوفه، كان نفسي اخده في حضني. ده نصيب ومكتوب. لا مش نصيب ولا مكتوب. هيثم هو اللي عمل كده. هيثم هو اللي قتله. ابوه اللي المفروض يحميه قتله. هيثم ده صعبان عليا، شايل ذنوب ياما وهو بيشتريها. انا ما كنتش عايزه حاجه منه، كان بس يسامحه ويفرح بيه. حسسني اني بني ادمه بدل ما انا حاسه اني كلبه. احنا مش كلاب. اللي عملوا فينا كده هم اللي كلاب ولازم تين كلب. انما احنا غلابه قوي. ملك ملك فشاك. استنى انت يا مرسي. ايه ده مقفول من جوه؟ حط المفتاح. بس انا هحاول الفيلم اهو. طب بسرعه خبط عليه. مش عليا غير لما ابعت لك. ها عملت ايه مع لولا؟ اللولا حاف كده. خلاص يا ستي، الرئيسه مدام ليلى هانم اللولا. حلو كده. كلمتها. وبعدين حصل ايه يعني لما كلمتيها؟ الله، ما تتكلمي يا لولا وانا اشد من بقك كلام. ما هو الكلام مش حلو، عشان كده مش عايزه اديهولك في وشك مره واحده على الصبح كده. ليه؟ لو كنا قالت لا. طلبت زياده. زياده؟ يا نهار اسود، ده احنا على كده مش هيطلع لنا اي حاجه. ما انا قلت لك ان هي ست طماعة. طمعت ايه بس؟ دي حراميه رسمي، كانت رسمه بس علينا الدور وعملنا لنا فيها احكام دار المحافظه. انا قلت لها انه مش هينفع وان احنا كده ممكن نلغي الموضوع خالص. لا لا، نلغي ايه بس يا لولا؟ امال هنعمل ايه؟ نرمي نفسنا في النار يعني علشان شويه فتافيت؟ فتافيت فتافيت هو احسن من ما فيش. انا كمان وعدت الناس ان احنا هنخلص. وهنعمل ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربنا، هنديها اللي هي عاوزاه وربنا ينتقم منها. جاري على 160. طمنيني. ادهالها يا صافي، ادهالها ربنا يقومها بالسلامة. ايه يا دكتور، طمني فات ولا ايه؟ للاسف الحالة لسه مش مستقرة، نزفت الدم كتير جدا، والدم اللي احنا بنقوله لها مش كفاية، محتاجة فصيلة دم بي بلس ضروري. أنا دكتور، أنا فصيلة دم بي بلس. طب تعالى معايا بسرعة. نازل،
انزل شوف كل المستشفيات اللي قريبه مننا، اكيد هتلاقي ان شاء الله. يا رب وقف معانا يا رب. يا رب. اطمني يا ليلى، خير. ان شاء الله خير. اسمع يا ابني انت، هو الحاجات اللي اتسرقت دي ما خرجتش براكم انتوا الاثنين. انا حاسبكم الليله دي. بكره الصبح لو ما نطقتوش انا اعرف اخليكم تنطقوا كويس. خدهم على الحجز حالا. تمام سعادتك، فوت قدامي منك له. ادخل. فريده، انا قلقانه قوي على ملك. ما تقلقيش، هي بس تضرب كيس الدم اللي انا بملاه ده وهتبقى زي الرهوان متريليوس. انا والله خايف تدمنه. بس الحمد لله ان فصيله دمك طلعت زي فصيله دمها. تصدقي اول مره في حياتي اعرف ان انا وملك نفس فصيله الدم. يلا عشان تبطل بقى تقول لي انت دمك تقيل ولا ما عندكش دم. بالعكس على فكره. بالعكس ايه؟ يعني انت تبان في الاول كده رخم شويه، سوري يعني، بس بعد موقف تبرع الدم ده بصراحه جدع. تصدقي وانت كمان يا صافي، اول ما عرفتك كده كنت حاسس ان انت بخيله ورزله ودلدوله ملك، بس لما قربت منك وعرفتك كويس اكتشفت ان انت تافهه جدا. تافهه جدا؟ هو انت بتشتغل ايه؟ والله انا المفروض مدرس كيمياء وفيزياء، بس عمري ما اشتغلت فيهم. انا وانا في الكويت كنت بشتغل في كل حاجه، اي حاجه. كانوا مسميني شهرمان الخليج. شهرمان الخليج؟ ده بيعمل ايه يعني؟ مش لا ده اشهر نوع حيوانات هناك. بصي نوع من الوز بس بيحلبوه. طب تصدق بقى ان انا اصلا غلطانه ان انا سالتك. اتفضل دبلتك يا علي. انت نسيت تاخدها المره اللي فاتت. انا ما نسيتش اخدها يا فريده، انا سبتها قصد لاني ما قررتش اني ما اكملش. انا بس زعلت منك ساعتها، دي حاجه ودي حاجه تانية. انا اعتبرت اختفائك وسكوتك رد، وانا بعفيك من اي حرج. اختفائي وسكوتي كان فرصه للتفكير، ما كانش رد. انا قلت لأسر يكلمك في موضوع بابا. من فضلك يا علي، انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده باي شكل. طب اهدي اهدي يا فريد. اقعدي اقعدي لو سمحتي. فريده اللي حصل ده ما غيرش اي حاجه من ناحيتي. انا بس عندي مشكله تانية خالص. اللي هي ايه؟ انا خايف ان احنا لو اتجوزنا نكون بنظلم لوجي وباباها. وانت لما جيت خطبتني وكنت عايز تتجوزني بسرعه ما كنتش بتظلمها؟ ايه الجديد يعني؟ الجديد ان اكرم جه زارني هنا في المكتب. زارك؟ وهو يزورك بمناسبه ايه؟ كان جاي يقول لي ان انا كده بحرمه من بنته، وان وجودي في حياتك مش مديكي فرصه انك تفكري انك ترجعي له تاني. طلب مني ان اساعده انكم ترجعوا لبعض. بالعقل كده فريده، لو رجعتوا لبعض اكيد لوجي هتبقى اسعد. انا عارفه مصلحه بنتي كويس. مصلحتها مش انها تعيش مع اب وام، كل اللي بيجمع بينهم الخناق. انت متاكده من قراري ده؟ جدا. سواء كنا مع بعض او لا انا مستحيل ارجع له. ده لو يستاهل ان انا ارجع له كنت رجعت له قبل ما تظهر انت في حياتي، او حتى افكر ارتبط بيك. طب ما دام الامور كده وانت متاكده من قرارك والامور عندك محسومه، احنا مستنيين ايه يا فريده؟ يلا بينا نتجوز. ده انا هبعت اجيب المأذون بالبوكس بعمته بقفطانه باختامه بكل حاجه ونتجوز حالا. ودي تنفع الجوازه دي؟ الا تنفع. ده انا هكتب لك كتابك في محضر رسمي. مجنون. انا بقى هخلص العصير ده واخش بقى ايه املا لها كيس دم كمان، وان شاء الله تبقى زي الفل. يا رب قوم لي ملك بالسلامه يا رب، واحفظ لي عشق فترة ما هي موجودة يا رب. عشق؟ مين عشق دي يا طنط؟ مازن، خد صافي وانزلوا شوفوا لي كده شوية عصاير أو أي حاجة ناكلها. ها؟ فين يا دكتور؟ طمنوا يا جماعة، حالة الأنسة ملك بقت مستقرة، وأنا هنقلها في أوضة علشان تكون تحت الملاحظة خلال 24 ساعة، وبعد كده أكتب لها خروج. بس يا ريت أنتوا قاعدين معاها تعرفوا إيه اللي خلاها تحاول الانتحار، ومن الأفضل إن أنتوا تعرضوها على دكتور أمراض نفسية
عشان ما تحاولش الانتحار مره تانية. شكرا يا دكتور. من فضلك ممكن اطمن عليها؟ يا ستي كلها ربع ساعه وتبقى فاضيتها، تقدري تقعدي معاها وتطمني عليها وترغي معاها زي ما انت عايزه. يلا بعد اذنك. طب يا جماعه احنا نطمن عليها ونمشي كلنا وبكره الصبح نيجي تاني. لا يا عاصم انا هبات هنا، ما اقدرش اسيبها لوحدها. وانا كمان انا هبات، يمكن يحتاجوا حاجه كده ولا حاجه. يا حبيبي هيحتاجوا ايه بس؟ كتر الف خيرك، روح انت عشان تطمن والدتك، ها؟ وخد صفي معاك. وانا ومازن هنكون عندك بكره من بدري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي معادك في البرد كده عم بلوزة. مستنياك، بخبط عليك ما انتش موجود. قلقت قوي، خفت لا يكون جرالك حاجة. ليه عيل صغير؟ ومالك داخل كده بالراحة على قطك على طول زي ما نكون عامل عنه. ولا عامل عامل ولا أي حاجة. أنا بس خلاص رجلي فقفت من كتر اللف على كعابي طول النهار. وإيه اللي يخليك يا أخويا تلف على كعابك من الصبح؟ بتدور على عروسة؟ لا مبلوزة، بدور على شغل، عايز اشتغل. شغل؟ شغل ايه؟ اي حاجة ان شاء الله. حتى اقف ابيع في محل، اقف في مكتبة اصور ورق، اكنس امسح. انما كل ما حد يعرف ان انا رد سجون ما رضاش يشغلني. عمرك غريب، وليه تقول لهم انك لومانج؟ انا راجل كبير في السن، الناس بيسألوني كنت بتشتغل فين قبل كده، وعند دلوقتي محدش بيشغل حد من غير ورق وبطاقة وفيش وتشبيه. وتشتغل عند حد ليه وانت في ايدك شغلانة تأكلك العسل كله؟ شغلانة؟ شغلانة ايه دي يا مبلوزة؟ تشتغل طباخ. هو انت مش كنت بتقولي ان مأمور السجن كان دايما يشتغلك ويقولك يا شيف؟ اشتغلني؟ كان بيشتغلني. انا مصدقاه. تعالى انا وانت بقى نفتح مطعم. مطعم؟ مطعم ايه وفيه؟ جوز الله يرحمه كان عنده قهوه، بعد ما بلوز الله يرحمه مات اتقفلت، اجرتها مخزن. تعالى بقى نشيل منها الحاجه وننضفها ونعملها مطعم، ورزقي ورزقك على الله. ايوه بس الحكايه دي محتاجه مصاريف وفلوس لغايه ما المطعم يتفتح. امال دول بيعملوا ايه؟ هي قلت ايه؟ قلت ربنا كريم. بولبولة قومي يا حبتيني عشان تستحمي وتلبسي وتنزلي الشغل. انا ما خليتش البت شوشو تفتح المايه السخنه على المواعين عشان ما تخلصلكيش المايه اللي في السخان. قومي يا حبيبتي، لو اتاخرتي شمس هتيجي تعملها معايا. مش نازله. مش نازله؟ مش نازله ده ايه؟ هي طابونه؟ قومي يا بنت، ما تجيبيش لروحك الاذيه. يا بنت قومي يا مد قيامتك. انا قلت مش نازله، وابعدي عني يا منيه، ده انا صورناك وانتي هنا. ايه ده؟ انت بتشطري عليا يا بنت؟ طيب انا بقى هكلم اللي جابك يشوف له صرفه معاكي. قال مش نازله. قال لو سمحت. طب عايزه واحده قهوه مظبوط. وانا كمان. طيب يبقى اتنين قهوه مظبوط. وعلى حسابي، ها، عشان تطلع تجعد. كل ده عشان شويه دم؟ طب ما انا عندي دم كتير هوفره لمين يعني؟ وبعدين كده انت كمان جدع وشكلك بتحبي مالك فعلا. مالك دي صاحبتي الوحيده يا عمر، يعني لما بيحصل لها حاجه بحس انها حصلت لي انا بالظبط. عندك حق، مالك دي انا عمري ما شفت واحده زيها، رقيقه وناعمه وزي القمر وذكيه. بس اللي اسمه طارق ده انا ما بطقوش، ما بينزليش من زور. الحمد لله انا جيت في الوقت المناسب. لا ده اكيد. طب بقول لك ايه بقى؟ انت ايه حكايتك يعني؟ كلمني شويه عن نفسك.
والله يا صافي انا بني ادم محترم مهذب تربيت كويس متفوق ذكي زي القمر يعني تقدري تقولي كده ما فيهاش غلطه ده زي بالظبط طموحه ذكيه ما فيهاش غلطه اموره لذيذه لينا انت بتقلديني وخلاص طب اقول لك ايه بقى بجد بقى هسالك سؤال لا بجد بقى يا عمر قولي هي مين هش انت مصره صح مصممه ما انا مش فاهمه بقى بصراحه كل شويه اسمها يتقال واحس ان في حاجه غلط وبعدين كل ما اجي اسال محدش يقول لي مين عشق دي مالك انا اعرفها من زمان يا عمر عمرها ما جابت لي سيره عشق دي من الاخر عشق تبقى توأم ملك نعم توأم ملك فاتي يا بنت قومي ايه قومي معايا في ايه فين انت قاعده في بيت امك اوعى كده ما تمسكنيش لا همسكك وهتنزل الشغل ورجلك فوق رقبتك يا بنت يلا وراح من طرمك لانت ناسا سنة يا بنت سنة 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 ده انت عدد ده راحة يا عايزة ما فيش يا بنت ما فيش يا بنت سنة 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 هو انت لسه شفت حاجة انا هقول لك اكتبه بس لاني خلاص خلاص يا بنت الله يكبر من الكلام تنزل. مش نازله بقولك مش نازله حتى الله ما انت مكلمها ولا مقرب منها ده رايه ليه هتمشي كلامها عليا مفيش حد عمره ما تكلمه عليا ما تقصدش والنبي يا اخويا لا اقصد ولو قربتني اموتك وموتوني عارفه خديها خشي بابا يا بنت خلاص يا بنت بقولك مش نازله انسان الشر يا بلبله عشان خاطر بس يا بنت ماشي بابا ماشي يا بلبله ترفع عليا السكينه وكل ده ليه عشان خايف عليك وعلى شغلك تعال ماشي تعال اقسم هدي نفسك الله بلاش العصبيه دي خد يا بنت خش جوه الله ماشي. تعال يا اخويا خلاص خش يا بلبل خش يا بنت جرام ليه مش هنعرف نمسيهم ولا ايه مش هنعرف نمسي البنت وانا اللي كنت فاكراك دماغ وابن حنت انت مجنونه يا وليه مش انت اللي متصله بيا في التليفون ومسخنني السخونيه دي كلها على البنت مش كل الناس تيجي بالعصا يا نور عيني كنت فاكرك هتيجي تطبطب وتدلع مش تضرب اطبطب وادلع اه الكلام ده مع نانسي زمان واحنا صغيرين طنط ليلى اتخانقت مع الدكتور عاصم وغضبت وقعدت عندنا في البيت كام يوم في يوم بقى من الايام وهو راجع البيت عنده ما لقاش غير ملك بس ما شافش عيشه كلم خالتي سالها انت جيتي خدت عيشه قالت له لا ولا عرف عنها حاجه يعني هي تاهت ولا اتخطفت ولا ايه يعني ما حدش عارف قلبوا عليها الدنيا وسالوا الناس كلها وراحوا للبوليس ولا وصلوا لاي حاجه هما ازاي اصلا يسيبوا طفلتين لوحدهم في البيت؟ ما عشان كده الدكتور عاصم مش شايل خالتي المسؤوليه، بيقول لها لولا غضبك وقمصتك ما كانش حصل كل ده، والست حاسه بتأنيب ضمير كل السنين اللي فاتت دي. هما طول الوقت ده ما عرفوش يلاقوها ولا هي رجعت؟ والله لحد وقت قريب كان عندهم امل وبيدوروا، بس كل ما الوقت يعدي بيخافوا اكتر لحسن يلاقوها ويلاقوا معاها كارثه ما يقدروش يستحملوها. يا حرام. الله يكون في عونهم، دي مش حاجه سهله خالص، وبعدين اكيد انكل عاصم وطنط ليلى حالتهم صعبه قوي. وهم في كل لحظة مش عارفين بنتهم عايشة ازاي؟ عايشة فين؟ ربنا يقومها بالسلامة يا رب توصلتوا؟ طب الحمد لله على السلامة ارتاحوا بقى قلنا من تومازة أنا أول ما هتصحى هطمنكم على طول لا تليفوني مش مقفول
معلش فصل شحن، حاضر هشحنه على طول.